قمنا اليوم فعالية لفريق خطة تدريب بالتعاون مع منظمة شفق وفريق ملهم تطوعي ومدار الدعم والمواهب الشابة. هدف الفعالية لرسم البسمة في قلوب 150 طفل يتيم. الحمد لله قدرنا ننجح ونوصل فكرتنا ونترك وصمة حلوة بقلوب هاي الأطفال. فقرات الفعالية كانت عبارة عن 7 فقرات: فقرة حكواتي، فقرة إنشاد، فقرة عمل مسرحي، مسابقات ونشاطات ترفيهية. دعونا لهذا الحفل مؤسسات العامة يعني ليفرحوا هيك الأطفال الأيتام أولاد الشهداء يعني، والحمد لله يعني عم بيعوضوا هالأطفال إنه شيء اللي راح منهم، والله يفرج علينا وعلى أمة محمد أجمعين يا رب العالمين يا الله. أنا اسمي تالي محمد ياسين، نحن اليوم موجودين بحفلة وحلوة كتير وانبسطنا، زعونا هدايا وأكلات وإيش ما بدنا وانبسطنا ولعبنا ولعبونا وكل شيء. جينا على عزاز وفي حفلة ألعاب ووزعوا لنا ألعاب ووزعوا لنا أكلات وهدايا.